نحن الآن كما تعلمون حتى من أبناء المسلمين من يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف هذه المقالات السيئة التي تنشر في الصحف تطالب بخلع الحجاب، تأمر النساء بخلع الحجاب الذي أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، أليس هذا أذية للرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإكرام اللحى وإعفاء اللحى، وأمر بجز الشوارب، فالذي يعاكس ويحلق لحيته ويوفر شاربه أليس عاصيا للرسول صلى الله عليه وسلم؟ ومن عصاه فقد آذاه عليه الصلاة والسلام. يأمرون النساء بالاختلاط بالرجال، يأمرون النساء بنزع الحياء، أليس هذا من أذية الرسول صلى الله عليه وسلم ومخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فإذا أردنا أن ننصر الرسول صلى الله عليه وسلم فلننصره في أنفسنا أولا، بأن نعظمه ونعظم سنته ونعظم مقامه صلى الله عليه وسلم، ونحترمه غاية الاحترام، وأن لا نتطاول على ما جاء به صلى الله عليه وسلم، ونأمر بمخالفته ونقول هذا لا يوافق لهذا العصر، لا يوافق للحضارة المعاصرة. أليس هذا من أعظم الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟